7 صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. بداية، ترأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع اللجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية. في التعاون العسكري الجزائري الروسي، وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى فيدرالية روسيا تلبية لدعوة من وزير الدفاع لفيدرالية روسيا، استقبل أمس الفريق أول سعيد شنغريحة بمقر وزارة الدفاع الروسي من قبل وزير الدفاع الروسي الفريق أول سيرغي شويغو. السيد الفريق أول زار في اليوم الثاني من هذه الزيارة بالعاصمة موسكو قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء وساحة الأمير عبد القادر. موفدنا إلى روسيا أحمد أمين دريدي. جلسة عمل موسعة جمعت الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. جلسة سمحت لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الدفاع الروسي سمحت ببحث السبل الكفيلة بدعم التعاون العسكري بين البلدين وأفق تعزيزه مستقبلا بما يعكس إرادة قائدي البلدين. تشكراتي وامتناني العميق على حسن الضيافة والكرم اللذين حظينا به منذ وصولنا إلى فيدرالية روسيا، كما أحمل رسالة صداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين وللشعب الروسي الصديق وقوته المسلحة، معبرا عن أهمية هذه الزيارة التي من شأنها المساهمة في تعزيز تعاوننا. قبل ذلك، وفي إطار زيارته الرسمية إلى روسيا، قام السيد الفريق أول سعيد شنغريحة بزيارة إلى قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، أين كان في استقباله القائد العسكري للمدينة. السيد الفريق أول وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول ليستمع بعدها إلى النشيد الوطني ويخص باستعراض عسكري أدته وحدات حرس الشرف التابعة لوزارة الدفاع الروسية. بعدها تنقل السيد الفريق أول السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى ساحة الأمير عبد القادر وسط مدينة موسكو، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للأمير عبد القادر وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. هذه الساحة، ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة موسكو التي دشنها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى موسكو قبل شهرين من الآن، كانت محل زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنغريحة، وتعد امتدادا للتعاون والصداقة القائمة بين البلدين على غرار التعاون العسكري ضمن الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري من ساحة الأمير عبد القادر موسكو. بتكليف من رئيس الجمهورية، قام أمس وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بكل من القالب الطارف ميلا وسطيف بتقديم واجب العزاء لعائلات شهداء الواجب الوطنية الذين استشهدوا جراء الحرائق الأخيرة بولاية بجاية، حيث قدمت لهذه العائلات إعانات مالية جبرا للخواطر، وتأكيد
تأكيدا لتضامن الدولة مع عائلة الضحايا. عائشة ببرق. المشاهد وإن اختلف المكان والزمان فهي تعكس وقوف الدولة إلى جانب ضحايا الواجب الوطني الذين لطالما ضحوا في سبيل هذا الوطن، وتأكيد من الدولة على مرافقتهم والتكفل بانشغالاتهم إلى غاية تجاوز هذه المحنة بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. ترى الدولة ما تخليكش أبدا، ودليل على هذا واش رانا نديروا حنا الان؟ حنا بعثنا السيد رئيس الجمهوريه كيما بعثنا عندك، بعثنا عند الثاني كذلك 11 واحد اللي رانا ندوروا عندهم دار بدار. بديناها اليوم البارح من الاربعاء، صبحنا اليوم الصباح هذه في اقصى الشرق في القاله، ورانا عندك، ومن بعد نروحوا للصيف. الله يرحمهم ويوسع عليهم، كانوا خاوه، كانوا مع بعض. تكاتف جهود مختلف الأسلاك الأمنية مع تضامن وتكافل الشعب الجزائري مكن من إنقاذ الأرواح والتحكم في الحرائق في وقت قياسي لم يتجاوز 48 ساعة. احنا في مثل هذه الحالات احنا يبان تلاحم هذا ما بين مواطني البلد الواحد، المجتمع الواحد، وما بين كذلك المواطنين والسلطات العموميه بصفه عامه. هذو ما كانوش وحدهم، كان مع الجيش الوطني الشعبي، كان مع الاسلاك الامنيه الاخرى، كان مع الحمايه المدنيه، وكان ثاني كذلك مع مواطنين. كلهم كيشوفوا امام الرزق هذا، امام المصيبه هذه، كلهم يتداخلوا للحفاظ على مكونات هذا المجتمع هذا وعلى وطننا. نمتلك 78 شهيد. 78 شهيد، والشهيد الحفيد وليد مخبي يعتبر 89. 79. والحمد لله، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير على هذه الالتفاتة. احنا فخورين جدا بأبنائنا أفراد الجيش الوطني الشعبي، كاين يعني ضحايا من المدنيين والعسكريين، يعني في الواجب الوطني ما فيهش فرق، كلنا ننخرطوا من أجل هذه البلاد. رابطة الجيش شعب قيادة، رابطة فطرية، هذا هو ما يميز الشعب الجزائري. زيارتكم لنا خفت علينا هذا الألم شوية، كنا فجعة كبيرة أصبتنا، خويا الصغير تاع العائلة فجعة كبيرة، لكن حضوركم خفف علينا. شكرا للسيد الرئيس. عملية التكفل النفسي بالمتضررين ستبقى مستمرة حتى تتجاوز العوائل هذه المحنة، وأن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة عائلات الضحايا. وزير الداخلية وفور بلوغه نبأ الحادث الذي أودى بحياة 8 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي الكربون داخل بئر بقرية العمارة ببلدية معاوية بولاية سطيف. تنقل رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى موقع الحادث الأليم للاطلاع على ملابسات الحادث وتقديم العزاء لعائلة الضحايا. في الشأن التربوي، وبعد استكمال عملية تسجيل الراغبين في التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة التربية البدنية والرياضية وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الإنجليزية، والتي تمت على التوالي من 8 إلى 25 ماي 2023 ومن 18 جوان إلى 5 جويلية 2023 على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، تعلم وزارة التربية الوطنية جميع المسجلين على الأرضية الرقمية أن فترة إيداع الملفات على مستوى المراكز التي ستعينها وتعلن عنها مديرية التربية اليوم حددت من يوم غد الخميس 3 أوت إلى غاية 17 أوت الجارية. مكونات الملف استمارة التسجيل تسحب من الأرضية الرقمية عبر حساب المعنية نسخة من شهادة الليسانس في التخصص المطلوب بطاقة الإقامة. وبالنسبة للذكور
وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، الأداء، الإعفاء أو التأجيل ساري المفعول. حذر ديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أمس من استمرار موجة الحر التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية على مستوى بعض الولايات الجنوبية من الوطن إلى غاية يوم الخميس. وتخص هذه النشرية المصنفة في مستوى يقظة، برتقالية، برج باج مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، تندوف وابن عباس، حيث تصل درجة الحرارة القصوى إلى 49 درجة ويمكن أن تصل إلى 50 محليا، في حين تتراوح درجة الحرارة الدنيا بها ما بين 34 و 39 درجة حسب النشرية نفسها التي تشير إلى أن مدة صلاحيتها بالنسبة لهذه المناطق تمتد إلى غاية الثلاثاء المقبل. دوليا، وفي فلسطين المحتلة استشهد مساء أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. يأتي هذا في ظل ارتفاع وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على شباب فلسطيني وتكثيف الاقتحامات والمداهمات التي شنتها الآليات العسكرية على البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة والقدس. تصعيد أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه تحدي صارخ من قبل حكومة الاحتلال للقانون الدولي، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ونختم النشرة بهذه الصور الجميلة لجوهرة المتوسط بجاية فجايت. فرغم الحرائق التي مست عددا من المناطق إلا أنها تبقى وجهة سياحية بامتياز. دليلنا في هذه الجولة السياحية عدسة كاميرا الزميل سليم بعناني. بيف جيت الساحرة، إذا نختم النشرة. شكرا على كرمي المتابعة، ألقاكم في تمام التاسعة، إلى اللقاء.